قال إنما هلك من كان قبلكم حين تشعبت بهم السبل. هي هذه، أنت لازم تتشتت. إن كان عندك واضح الطريق يعاك تسير، حتى لو أغمضت عينيك وتسير، إذا علمت أن سلوك الطريق المستقيم يصل بك إلى النهاية خلاص لن تتشتت، لن تتقطع. إنما كلما تلتفت هكذا التفتات هذه تقطع فيك. لذلك انتظر هدفك الأصيل في هذا الباب أن تكون مرتبطا بالكتاب والسنة، وهذه المنجات، هذه النجات. ولذلك قال إنما هلك من كان قبلكم حين تشعبت بهم السبل وحادوا عن الطريق وتركوا الآثار وقالوا في الدين برأيهم فضلوا وأضلوا. أرى وأجد وعقلي معي، وده اللي احنا عايشين فيه الآن في هذا الباب. نعم. قال أبو عمر وذكر نعيم بن حماد عن أبي هواية، وذكر عمرو بن نعيم بن حماد عن أبي معاوية محمد خازم الضري طبعا، عن الأعمش عن مسلم عن مسروق من يرغب برأيه عن أمر الله يضل. كلمة مية قال قاعدة كبيرة جدا مهمة جدا، ها من فقد الدليل ها ضل السبيل، من فقد الدليل ضل عن السبيل. وذكر ابن وهب قال أخبرني بكر بن مضر عن رجل من قريش أنه سمع ابن شهاب يقول وهو يذكر ما وقع فيه الناس من هذا الرأي وتركهم السنن، فقال إن اليهود والنصارى إنما انسلخوا من العلم الذي كان بأيديهم حين اشتقوا الرأي وأخذوا فيه. هذا أصلا أصل ذلك اليهود، ولذلك دين الروافض كله مبني على الكذب والتقية وكل هذه الترهات التي عاشوا فيها لمهندس الدين الأصيل من؟ عبد الله بن سبأ اليهودي. ذكر ابن جرير في كتاب تهذيب السنن والآثار عن مالك قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تم هذا الأمر واستكمل، فإنما ينبغي أن تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتبع الرأي، فإنه من اتبع الرأي جاء رجل آخر أقوى منه في الرأي فاتبعه، فأنت كلما جاء رجل غلبه اتبعته. وده اللي قالوا بطريقة أخرى، قال إذا جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ديننا لهذا الرجل، فإذا لن تنتهي، لن تجد دينك. إما أنت دينك فين؟ متأرجح بين الجدل وأجدلهم وأعقلهم على ما يقولون في الرأي. إنما أنت دينك دين النبي محمد إيش؟ أثار. ما عليك إلا أن تعمل بقول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وإن تطيعوه تهتدوا. هذه كل الهداية منوطة بطاعته، كل الهداية منوطة بطاعته. فالذي يتخلف عن طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تجد له طريقا إلى النجاة بل إلى المهلكة. احنا قلنا أخطر رجل في العالم من؟ المبتدع. المبتدع ده أخطر رجل في العالم، يفسد الدين كالنار في العشيم، ينازع الله في الربوبية، يتهم النبي بالتقصير، ثم يشرع للناس بالهوى والجد والذوق. ها نعم، هو في هذا الباب خلاص نازع الله في الربوبية في هذا الباب. قال نعيم بن حماد حدثنا من المبارك عن عبد الله بن وهب أن رجلا جاء إلى القاسم بن محمد فسأله عن شيء فأجابه، فلما ولى الرجل دعاه فقال له ألا تقول لا تقل إن القاسم زعم أن هذا هو الحق، ولكن إذا اضطررت إليه عملت به. المسألة كلها كأنه قال أيضا هذا الرأي لا تأخذ به إلا عند الاضطرار، ما أنتش لائم، ما وجدت أحدا من أهل السنة، ما وجدت قولا لأهل السنة، فتجد صاحب الرأي فتأخذ برأيه تعمل به من باب المضطر. قال أبو عمر قال لي مالك بن أنس هو ينكر كثرة الجواب للمسائل، يا عبد الله ما علمت فقل به ودل عليه، وما لم تعلم فاسكت، وإياك أن تتقلد للناس قلادة السوء. هو يشوف الكلام بالرأي قلادة السوء، والحقيقة المتشبع من لم يعطى قلادة السوء بذور يقف عند الناس أنه المثقف صاحب الرأي القوي صاحب الطرح العظيم، وهو خالي من الكتاب والسنة، ومن خلى من الكتاب والسنة فقد فتنه الله في دينه. وهو ينتظر إلى الهلكة لا ينجو، مثل ذلك لا ينجو، وهذا من أفسد الناس على الناس، فإياكم وإياكم. انظر هنا هذا الرأي، وهذا صحيح الآن كما قلنا يتخبطون عند النوازل، وكل يقول أنا ابن جلة وطلع الثنايا، وتتخبط الناس، ويحدث ذلك كما حدث في التسعينات في الجزائر، كما حدث في مصر قريبا، كما حدث في سوريا، كما حدث في ليبيا، كما حدث في اليمن، كلها فتن متلاحقة وتصدر لها
من ليس أهلا لها فأضاع ضل وأضل وأفسد فسادا عظيما، فسفكت الدماء وانتهكت الأعراض وأيضا تعطلت الدعوة وخسر الناس خسرانا مبينا. قال سلمى بن شهيب سمعت أحمد يقول رأي الشافعي، وانظرنا كلام أحمد أولا خذوه بهذا، رأي الشافعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله عندي رأي الشافعي، مع أنه كان يجل الشافعي جدا ويقول ما تركته سجودا إلا دعوت له، يقول رأي الشافعي رأي مالك رأي أبي حنيفة كله عندي رأي وهو عندي سواء. ثم قال وإنما الحجة في الآثار، كلام من ذهب يكتب بماء العين. قال رأي الشافعي رأي مالك رأي أبي حنيفة كله رأي، مهما تعاظمت مكانة العالم كله رأي، إنما الحجة في الآثار. نعم، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة قال الصحابة أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فلان وفلان. دين النبي محمد آثار، نعمل مطية للفتى أخبار، لا تخدعن عن الحديث وأهله، فرأي ليل والحديث نار، لا تخدعن عن الحديث وأهله، ما يعجمع ماله شيء، ما يعجمع لابد أن يأتي بكلمات إيش تلملم الشم، والأثار لا تلملم، الأثار تجمع أصحاب السنن تحتها، والأثار تجمع كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، تجمع من ينصر الكلام، فما يعجمع ما عنده، يقول لك أصلا دعك مما تقول قد مضى ما تقول، ولذلك نشروا في الناس الإيش المذهبية، ما يجمعهم أساس نشر المذهبية في الناس، ولو ما أعرف في كده، نعرف أبا حنيفة نعرف أنه إمام علم، لكننا لا نجعله إيش لا نجعله حجر عثرة بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح ولا لا؟ ولذلك شوف ماذا قال أحمد حنبل، قال رأي الشافعي رأي مالك رأي أبا حنيفة هو رأي، نهايته ايه؟ رأي، ده اللي قاله ابن حزم، شوف ابن حزم ارتقى فوق ذلك، إيه؟ هو اصلا ارتقى فوق ذلك وقال قول الصحابة ليس بحجة، قال ان الله تعالى لما حجنا قال وما اتاكم الرسول فخذوا مالكم عنه، ما قال ما اتاك ابو بكر، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال عليكم سنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد عليه ان ياخذ بها، مفهوم؟ ولذلك ابن تيمية يقول ان قول الصحابة حجة على قول الائمه الاربعه، مع انه المعتمد عند الشافعيه انه ليس بحجه، وايضا القديم عند الشافعي قول ولذلك اخذوا بها وقالوا الاتفاق الائمه الاربعه عن قول صاحب حجه. الاشاعره يقولون ايه بقى؟ وجمهور الفقهاء يقولون بان قول صاحب ليس بحجه، جمهور الاصوليين اللي هو قصدهم ايه؟ الاشاعره المتكلمين اللي هو الاشاعره. اذا احمد محمد كان يقول دين النبي محمد اثار، نعم المطيه للفتى اخبار، لا تخدعن عن الحديث واهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى طرق الهدى والشمس طالعة لها أنه غم. وذلك كان أحمد حنبل يقول يعني وليس يصح في الأذهان شيء، إن احتاج النهار إلى دليل، وجود الله يحتاج دليل، المرأة العجوز لما قال لها افسح المجال من يا ابني، ما عجوز احترم، فقالت ما هذه يعني الكوكبة، قال هذا الرازي، ما تعلمنا ما من الرازي، قالت وما الرازي، ما هو كبيرة السن ما تعلم رازي، هذا عالم الدنيا أتى بألف دليل على وجود الله، فاستهزأت بهم، قالت ووجود الله يحتاج لدليل، وجود الله يحتاج لدليل، هذا اسمه التنطع الأصيل في هذا. ولبعض العلم قال العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، ما العلم نصبك الخلاف سفهة بين النصوص وبين رأي سفيه، كلا، ولا نصب الخلاف جهالة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا، ولا رد النصوص تعمدا حذرا من الترسيم والتشبيه، حاشا النصوص من الذي رميت به من فرقة التعطيل والتمويه. طبعا قيم ماذا قال ذلك أطال فيها.